مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا الاعزاء، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. طبعا مشاهدينا، نحن في كل حلقه نتنقل من جامعه الى جامعه ومن مدرسه الى مدرسه، ونفس ما تعرفون المجالس مدارس. احنا اليوم مشاهدينا موجودين مع علم اماراتي وقدره اماراتيه. في الحقيقه انا افتخر اني اتواجد مع هذا الرجل ومع الاخوه ايضا الموجودين معنا في هذا المجلس. بداية اسمحوا لي مشاهدي الأعزاء أن أرحب بسعادة الأخ أحمد محمد اليبهوني الظاهري. مرحبا أبو محمد. أهلا وسهلا فيكم ويا مرحبا بكم، مرحبا بقناة الظفرة. حقيقة هي ترحيبة بسيطة، مرحبا يا حي بالظفرة، القناة اللي بها انماري في الإعلام محققة طفرة سبقها في كل مضماري، في البرامج ماخذ الشهرة من ثقافة وعلم واخباري وبركات هالدار في الحضره، كم نسعد بضياء الداري. بيض الله وجهك، اشكرك على هذه الكلمات الطيبه. طال عمرك، الله يسلمك. انتم بركاتنا، طول عمرك، وانتم الله يحييكم، وانتم فخرنا، مرحبا بكم من سرت ولنيت. انتم الجيل المؤسس. نحن اليوم كجيل الثمانين وجيل التسعين والجيل الحالي ايضا يفتخر اليوم انه يستمع الى هذه المعلومات الجميله وهذه المعلومات اللي انتم بتنقلونها ان شاء الله للجيل القادم، على اساس انه يستمر في هذا النهج الطيب اللي بناه المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله عليه، وكملوه اليوم ايضا القياده الرشيده سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه واخوانه حكام الامارات. سعادتك، قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه، يعني ودي انك تعرفني على الاخوه الموجودين معنا في هذا المجلس. الله يحييكم ويحيي الاخوان الموجودين. على يميني عمي عبيد بن علي اليبهوني الظاهري، ونعم ابو علي، وطبعا هو كبيرنا وقدوتنا الان، وحسن عبيد بن سلطان بن رفيسل الشتبي سبعة عام، زميل وصديق وطبعا عديب، ونعم الساعه، ومحمد بن عبيد اليبهوني، ونعم بن عمي، ونعم الساعه، الله يحييك، ومطر بن احمد العفريت الكويتي سبعة عام، صديق وعزيز. اقول لك العفاريت هذه اللي طال عمرك لابد ان لهم حلقه. لا اكيد اكيد، يا مرحبا، اقول لك من الصاروية لين اخر السلع، ما يحتاج هذه الجماعه طال عمرك لهم بصمه ولهم وجود قوي. مرحبا بساعدكم، مرحبا بحييك، طول انتظاركم ان شاء الله. وايضا عديل، نعم، محمد بن حمد اليبهوني ابن اخوي الشهيد حمد، وسبعة عام، الله يحييك، طول عمرك، وولدي سلطان بن احمد اليبهوني طبعا، ونعم احد رجال القوات المسلحه، والنعم الساعه. نرحب فيكم جميعا. الله يرحبك عبد الله. ونحن اليوم سعيدين وفرحانين صراحه بيا هذه. نعم، فرحانين بكم بعد. الله يطول عمرك وحضوركم تسمع واجتماعكم لنا، يعني الله يسلمك، هذا يسعدنا يعني ويريحنا. انتم طال عمرك المرجع. احنا اليوم لابد انه يعني نرجع لكم، والمشاهد الكريم والجيل القادم بحاجه لكم انتم. أولا الله، ونحن عمي. اليوم نحن كإعلام نحن وسيلة نقل، صح. ناخذ هذه المعلومات ونوصلها، وعسى الله إن شاء الله ياجرنا وياجركم على هذه. بارك الله فيكم، بارك طيب. الله فيكم. أعود لك أبو محمد، لابد أن نعرج على الزمن الجميل، نعم، الذكريات الجميلة، نعم. بداياتك، الدراسات، قوات مسلحة، الزراعة، نهضة. اليوم أنت لك بصمة في كل هذه المجالات، نتكلم منذ البداية بالشيء اللي تقدر يعني تذكره لنا. جزاك الله خير، وحقيقة طبعا الكلام للأخوة والزملاء الموجودين، طبعا وجودكم عندي فخر واعتزاز، ونحن نعيش في دولة النهضة، دولة السعادة، قيادة رشيدة ولله الحمد برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الله يحفظه ويبارك لنا فيه ويطولنا بعمره، وأعوانه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأخوانه حكام الإمارات، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لهم الفضل والمنة علينا كشعب في دولة الإمارات نعيش فترة السعادة، نجني ثمار هذه الأيام بما رحبت من مقامات وعزتنا، ونحن نفتخر بهذا العز اللي نحن فيه، والله يديمه علينا، ونحن رجال دولة نقوم بكل واجباتنا في هذا السر. كفو.
رد على البدايات، كيف كانت بداياتك؟ بدايتي حقيقة نحن طبعا أنا مولود من مدينة العين عام 1957 في بالتحديد في منطقة حارة المطاوعة عند السمرة. نعم. ليش تخبرني عنها؟ أن هذه طال عمرك السمرة هي حقيقة كانت سبلة مجلس يعتبر اليوم للقبائل اللي تيجي تسلم على الشيخ زايد اللي يجون من الجانب الجنوبي والشرقي والغربي لمدينة العين. نعم. باعتبار أن الشيخ زايد استلم الحكم فيها عام 1946 وبدأت الناس والقبائل تنهار على العين من كل مكان، فأصبحت السمرة اللي موجودة لحد الآن نسقيها ومعتنين فيها، هذه السمرة لها رمز ورمز عندنا نحن بالنسبة لنا. أيضا المكان اللي انولدت فيه بالضبط تم زراعة شجرة سدر فيه، ولا تزال السدرة موجودة إلى في نفس المكان، وحاولت أني أنا أنقلها من نفس مكانها إلى مكان آخر أو في بيت الحقيقي الحالي، ولكن عجزت عن نقلها فاعتنيت فيها في مكانها. الله يجزيك الخير. هذه البداية، والبداية الحقيقة أن نحن بدينا أول طلبة انتسبنا إلى التعليم النظامي في المدرسة النهيانية بعد ما قام الشيخ زايد ببنائها وافتتاحها. وحقيقة في هذا اليوم يعني التاريخ يذكر ممن كان لنا قدوة من المدرسين، ونفتخر بأن الدرس الأول أعطانا إياه جلالة الملك الراحل حسين بن طلال رحمه الله ملك الأردن في قصر العين تحت شجرة لومية، تحت شجرة ليمون. نعم، تحت شجرة ليمون. وطبعاً نحن نقلنا اللوح أو السبورة من المدرسة إلى المكان حتى أن نقوم أو الملك حسين يكتب لنا فيه، والدرس الأول كان راس روس دار دور. عطنا شوي، هذه معلومة يعني حصرية ومهمة في الحقيقة، فأنا باك تخبرني عن راس روس. راس روس دار دور هذا منهج أردني. نعم. كان يدرس في الستينات في طبعا لما افتتحت المدرسة في العين المدرسة النهيانية، الشيخ زايد جلب لنا مدرسين من الأردن معهم مناهجهم، فجابوا المناهج الأردنية، وكان المنهاج الأردني يدرس الصف الأول ابتدائي. نعم. راس روس دار دور طبعا وما حولها من المفردات الأخرى. نعم. اللي لا تحضرني حاليا. وأنت كنت أحد الطلبة اللي درسهم. نعم. الملك حسين. نعم نعم، أنا واحد من الناس اللي درسنا الملك حسين. نعم. في بداية 61 في المدرسة الدرس الأول في اللغة العربية. هنيئا لك. نعم أشكرك. هنيئا لك بحضور الشيخ زايد. نعم. والشيخ شخبوط والشيخ خالد بن سلطان رحمهم الله جميعا. نعم سعادتك، يعني نحن أنت اليوم دخلتنا صراحة، أنا سألتك عن زمن جميل وبالفعل طلع هو الزمن الجميل. والله طال عمرك الحمد لله رب العالمين. حقيقة يعني حقيقة أحب أنوه للمشاهدين الأعزاء، أنا يعني تفاجأت بهذه المعلومة في هذه الحلقة، يعني أنا ما قد سمعتها ولا حتى كان في تنسيق مسبق أن نتكلم في هذا الجانب، ولكن بالفعل إحنا اليوم نريد نخبر العالم كله بأن الإنسان العربي عظم بدون مفصل، عظم واحد. صحيح. اليوم يعني حتى الملوك. نعم. أنتم تخرجتوا على أيديهم ودرستوا على أيديهم. نعم. اليوم يعني ما تخبرني بعد كمل لي هذه القصة الجميلة، بعد ذلك وين انتقلت وين صرت؟ طبعا بعد الحصة الأولى اللي أخذناها في المدرسة. نعم. بحضور صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه ومشايخ العين كانوا متواجدين في هذا اليوم، حقيقة كان يوم فعلا مشهود العين بوجود الملك حسين، كان فيه ما كانت في أيامها فنادق ولا كان فيها، كان إبات في مخيم عمل الشيخ زايد خصيصا لجلالة الملك في منطقة العين أو منطقة بالضبط عود التوبة حاليا. عود التوبة. نعم. نعم. طبعا كملنا الدراسة في المدرسة النهيانية لغاية الصف السادس ابتدائي، ومن ثم المعهد العلمي الإسلامي في المرحلة الإعدادية، وبعدها المرحلة الثانوية في مدرسة زايد الثانوية. طبعا بعد ما خلصت من مدرسة زايد الثانوية جانا الشيخ سلطان أيام الامتحانات
حقيقة هو طلب أن الصف كلهم ينتقلون إلى القوات المسلحة كمرشحين. مرشحين زايد. نعم مرشحين كانوا لكلية زايد بن سلطان الثانية العسكرية ومرشحين في القوات الجوية ومرشحين في البحرية. فكان من أحد طبعا الطلبة اللي اختاروا في كلية زايد أنا وبعض الزملاء اللي كانوا معاي في الصف. فطبعا التحقنا بكلية زايد العسكرية وأنهينا الشهادة التخرج من كلية زايد والتحقنا بالقوات المسلحة وعملنا في القوات المسلحة. خلال وجودنا في القوات المسلحة التحقنا بالعديد من الدورات التخصصية في مجال العمل مجال التخصص حتى حصلت على الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان السودانية. هذه الفترة اللي هي فترة دراسة في أو الناحية الأكاديمية بالنسبة لي. نعم. بالنسبة للعمل طبعا عملت في القوات المسلحة من درجت من ملازم ولغاية ما وصلت إلى عقيد ركن بمناصب مختلفة من قائد فصيلة ورئيس قسم وحتى رئيس شعبة وقائد كتيبة مشآلية وملحق عسكري في قوة درع الجزيرة. هذه الفترة حقيقة هي كانت فترة سريعة بحكم الزمن ولكنها 20 عام. خلال 20 عام طبعا كانت لنا بصمات في القوات المسلحة ولا نزال نحن رجال ورهن الإشارة في هذا المجال. بعدها طبعا حقيقة طلبت الحالة التقاعد لظرف معين وتمت الموافقة على إحالة التقاعد. طلبني صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الله يغفر له ويرحمه وقال لي أحمد شو سبب طلبك للتقاعد؟ قلت له يا طويل العمر أنا خدمت القوات المسلحة 20 عام والآن أريد أن أخدم عندك. فقال لي مرحبا ويا مرحبا بك. فأصدر الأمر بتعييني مرسوم أميري بتعييني مدير إدارة الإنتاج الزراعي في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية. طبعا أنا كانت مفاجأة لي الزراعة لأني غير متخصص في الزراعة. فبدأت في دائرة الزراعة مثل ما قالوا الأطرش الزفة. يعني من قائد كتيبة مشاعلية إلى زراعة. مدير إنتاج زراعي. مدير إنتاج زراعي. مدير إنتاج زراعي وال 12,000 مزرعة. خلونا نشوف الرؤية. نعم. اللي كانت للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان. نعم. وفاجأك بهذا القرار. نعم. أنا متأكد. أنت جاي من عسكرية. نعم. ولكن هذا يدل أيضا أن ترى الإنسان العسكري ناجح في كل شيء. ناجح ينجح. يمشي حاله. نعم. نكمل القصة الجميلة. أول 3 شهور في إدارة الزراعة طبعا عملت برنامج لنفسي بالمرور على المزارع والمرور على الأقسام والإدارات الموجودة تحت زيارات إدارتي. ميدانية. نعم زيارات ميدانية. نعم. وتعرفت على مجال العمل ووجدت في نفسي عدم الرغبة في إكمال العمل في هذا المشروع. نعم. أو في هذه الدائرة لأني أعتبر نفسي ساقط أو فاشل بمعنى الأصح. صح. فرجعت للشيخ زايد بعد 3 شهور. فكان الشيخ زايد في قصر العجبان. فجيت سلمت عليهم الظهر. أنا كنت في مشروع حرس. لما جلست ناداني قال لي أحمد تعال. قلت له جلس أداني. قال لي شو بخاطرك؟ قلت له والله طال عمرك سلامة جاي أسلم عليك. قال لي خبرني اللي بخاطرك. قلت له والله يا طويل العمر أنا في ورطة. قال لي كلعون. قال طيب نحل لك. قال عمرك المجال اللي أنا فيه يختلف عن اختلاف المجال اللي أنا تعلمته. فأنا بإمكاني أني أعطي في أي مجال آخر أكثر من المجال اللي أنا الآن فيه. فقال لي لا يا ولدي. هالكلمة لا يا ولدي. أنا عندي الريال يتعلم 10 مهام. ويمكن يحتاج لوحدة منهم. اللي في الدائرة والموجودين. من وين يا أبو العلم؟ من الجامعات ومن المدارس. قال لي وشو اللي ينقص ما تلتحق بالمدارس بالجامعات وتلحقهم؟ لا وبقت تجدهم. قلت له بشرة طويل العمر عصاك اللي ما تعصاك. قال لي توكل على الله واللي تباه ترى أنا حاضر فيه. الله يرحمه. فطبعا نشوف الدعم. يعني
يعني عفوا للمقاطعة، يعني أنت تشوف الدعم اللي حصلت عليه من خلال هذه الكلمتين. نعم. يعني هو بإمكانك كرئيس وكقائد إنه يقول لك خلاص مثلا روح المكان الفلاني أو ارجع للجيش وخلاص انتهى الموضوع. نعم. ولكن هو شوف هو فكر في بناء الشخصية. نعم. قبل ما يفكر في المهن. صحيح. والمقولة هذه عجبتني. نعم. الريان يتعلم عشر يتعلم عشر عشر مهن يحتاج الوحدة. يحتاج الوحدة. هذه كلمات شيخ زايد. نعم. طبعا قبل هذه أول ما بديت في دائرة الزراعة أول زيارة له بعد التعيين جيت طلبني وجيت وجلست عنده فقال لي ليبهوني البيطار قال لي أباك عني ومني وعيني اللي أشوف بها المواطن. هاي ثقة ثقة هاي نعم. ثقة نعم زراعة خدموا جماعتكم عاونوهم ساعدوهم واحفظوا حلالكم. حلالنا يعني به أملاك الدولة أو أملاك الإمارة بمعنى الكلمة، ونخدم جميع المواطنين ومن هو على دولة الإمارات. تعرف 12 ألف مزرعة 11 ألف موظف خاصين في الدائرة حمل كبير جدا، ولكن كقيادة من خلال وجودي في قوة درع الجزيرة طبعا أحد المسؤولين بعدد كبير من البشر، فالحمد لله المسألة كانت بالنسبة لي بسيطة. لا ونعم قياديا ونعم. فالآن بدأت في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التحدي ومرحلة الإصرار على قيامي بتكملة ما طلب مني الشيخ زايد، أني أنا الآن أبدأ في تغيير المجال وأدرس وألحق اللي قدامي. فانتسبت مباشرة لجامعة عجمان في كلية العلوم، فتخصصت في أدرج المياه، وطبعا المياه في دولة الإمارات تعتبر من الأشياء الشحيحة. في ذاك تخصصت نعم فتخصصت في المياه مياه الري ومياه الشرب سواء من مصادر المياه الارتوازية أو الحفر الارتوازي أو الأفلاج أو مياه البحر اللي جينا من البحر إلى العين. صحيح. مياه التحلية. نعم. فعرفت مكامن المياه الموجودة في الأرض حسب طبعاً التقارير وحسب الدراسات الموجودة، وبديت أشور على رئيسي في الدائرة أو وكيل دائرة مباشرة بالأماكن اللي ممكن نحن ننتقي فيها أراضي لتقسيمها على المواطنين كمزارع ومن ثم تصبح مزارع منتجة. في هالحالة أو في هالفترة أخذت مني حوالي 75 ساعة أول مرة، ومن ثم وأنا طبعاً أشتغل وأدرس في نفس الوقت. فالحمد لله حصلت على دبلوم من جامعة عجمان تخصص في المياه. زين. فما سدني هذا المجال. أنا متأكد إنه ما سدك. نعم. وإحنا بعد ما سدنا. نعم. ولكن نحن الآن الأوان بس نطلع استراحة فاصل قصير وبنكمل معك هذه القصة الجميلة، أنا بسميها قصة كفاح. شكرا. إذن مشاهدين الأعزاء من بداية قصة الكفاح إلى فاصل قصير وبنكمل حوارنا معكم. طيب. من جديد نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء ونكمل حوارنا في هذه الحلقة الجميلة مع أحمد محمد اليبهوني الظاهري. مرحبا أستاذ أبو علي. الله يحييك وطول عمرك. حياك الله. سلمك مشاهد إن شاء الله. قصة جميلة هاي قصة الكفاح اللي بديناها بها، لكن أنا في موضوع يعني أو في سؤال يطرح نفسه اليوم طال عمرك أشوف فيه اهتمام من قبل القيادة الرشيدة المجالس. هناك مجالس أنشئت بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. نرد إلى ذاك الزمن الجميل، أهمية المجالس في هذاك الوقت كيف كانت؟ حقيقة العين كان فيها أكثر من مجلس، وعندنا المجلس الأول طبعا مجلس الشيخ زايد اللي بدأ فيها في البداية بجمع شمل القبائل حول العين وكون منهم مجموعة تواصلوا في الأخاء والمحبة والصداقة. نعم. وكونوا منهم نواة لقيام دولة.
فجمع القبائل في البداية كانت من المجالس، فالشيخ زايد كان يصل إلى قبائل في أماكنهم، كان يجتمع فيهم وكانت مجالس موجودة لهم. يتنقل الشيخ زايد من قبيلة إلى قبيلة ومن حي إلى حي ومن مكان إلى مكان. وحقيقة الشيخ زايد رجل مقنع في الحديث، إلى باع طويل في الفراسة، في استقطاب القبائل، عمل على جمع الشمل في هذه المنطقة، وحد القبائل فيما بينها، واستمرت العوائل تتقارب أكثر فأكثر، وكون منهم قوة المجلس قديماً، الكلمة تربطهم، فكل ما يجلس في مجلس يعني ممكن تقول مبايعة تحدث مباشرة بين الشيخ زايد وبين هذه القبيلة، لأن هناك محبة، المحبة تنشأ مباشرة من أول يوم، من أول لحظة. فمن ضمن المجالس اللي كنا نجلسها في مجلس الشيخ زايد، طبعا أنا عندي الوالد وأعمامي كلهم نشأوا وترعرعوا في كنف الشيخ زايد الشخصي، يعني أعمامي والوالد كلهم كانوا رجال الشيخ زايد من بداية حياة الشيخ زايد، رافقوه في العسر في الشدة وفي كل محفل من المحافل، إلى أن وصلهم الحال طبعا إلى السنة المتقدم اللي الله سبحانه وتعالى استخارهم. وطبعا نحن نستشرف وجود عمي عبيد، ونعم، وممكن أفتح له المجال أن يتحدث بما فيه. أي نعم، خلنا ننتقل إلى العم عبيد ونتكلم عن نفس السياق. مساك الله بالخير يا عمي. الله يمسيك بالخير والعافية. عساك طيب. حياك الله يا منور ما شاء الله. الله ينور عليك. الله يطول عمرك. سعيدين وفرحانين اليوم بوجودك. الله يحييك. يا مرحبا. من شرته لهنيته. الله يعزك ويسلمك يا طويل العمر. يا مرحبا. نتكلم عن الميالس طال عمرك. الميالس لها أهمية ولها طال عمرك حرص كبير. صح. ولها فائدة كبيرة بعد. صحيح. نتكلم شوي عن هذه الميالس. شو رأيك؟ الميالس يا طويل العمر هي تربي الريال. تربي الجيل الصغير وتربي وتعدل الكبير ويتعلمون الصغار من الكبار. نعم. أن المجالس هي اللي تعدل الريال وتنظم الأمور، يعني تنظم حياتهم. تنظم حياتهم ويعرفون كيف وين يوصلون وين يجون وين يسيرون ويجون. نعم. هذه المجالس يعني. نعم. شو أهم اليوم إحنا طال عمرك في 2016 اليوم في هذه السنة. نعم. اليوم طال عمرك نشوف الناس، حد من الناس مش الكل، مش مهتمين في المجالس، شو ودك تقولهم؟ أنا والله ودي أنهم المجالس هذه يكونون عامرة، المجالس تكون عامرة بأهلها وعيالهم، يكون يجتمعون مع عيالهم ويخبرونهم كيف الحياة الأولية وكيف الحياة الحين اللي هي مجبلة. نعم. تسمع؟ والمجالس هي اللي تخليك تسمع مدارس، يعني مدارس المحلية، وتعلم الصغير يتعلم يعني من الكبير، يعني صدق، ويعرف شو الامور يعني وشو الامور اللي بتيه وشو الامور اللي ما بيعرفها. يعني يعني نقدر نقول طال عمرك اللي يتخرج من هذه المجالس، نعم، ينجح في كل شيء. كل شيء كل شيء تحصله طال عمرك في فايده عند ربعته وعند اهله وعند جماعته، وين ما يصير له بصمته. نحن الله يطول عمرك كنا عن زايد اول زمان، نعم، علمنا كيف نشل الاتفاق، كيف نجلس مع الرياييل، كيف نبرد مع الناس يوم تستوي بردة، الريال ما يتحرك ما يحترج ما يعني لازم يكون يعرفه، يلا في شيء نقعد عليه زقرة قال له سوي كذا سوي كذا سوي كذا وخليك قاعد كذا، وكل واحد لما عنده طير يحط طيره قدامه وتفقه في يده. تسمع يعني الريال ما يجلس بلا تفقه، لازم تفقه في ينبه، لازم طيره قدامه، لازم يشوف طيره، لازم يكون يلسى يعني يكون يوم يجلس ويا رباحته ويجتمع وياهم. صدق. لازم يكون منظم يلسى والبرزه يعني. نعم. زين نعم. زين طال عمرك اليوم من المسؤول عن الشباب طال عمرك اللي يبتعدون عن الميالس؟ اللي ظاهرين طال عمرك في السيارات وفي السباقات هذه مال السيارات ومشاكل وحوادث. والله الله لا يبلانا ولا يبلاكم. يعني
من مسؤول عنهم هذيل الناس اليوم؟ هم هذيل طال عمرك اللي ما يجلسون بأهلهم وهلهم مشغولين ولا يسوي ولا يبردون في بيوتهم ولا يجلسون في مجالسهم. لازم الفرخ يظهر، تعرف لازم الفرخ اللي ما شاف هله وجلس عند هله وقال له جيب الدلة وصبق هواء. في ناس حد يروم يصبق هواء، حد ما يروم يصب حتى الدلة يصبها، ما يعرف ما يعرف يصب هالدلة. صدقت يا مزارع فنيان، يا عطى فنيان ما بعدل، يا كذا. لازم يكون المجالس هي اللي تربي الريال وهي اللي تعدل الريال وهي اللي تخدم الريال وتعلمهم في الصغيرة وفي الكبيرة. تمام، يوم تقول له ايش حالك قالك تمام، قال لك شو علومك، وقال قبل ما يتقهوى قبل لا يتقهوى وشذا قال لك شو علومك انت. نعم. شوف يعني العلوم هذه بعد ما يتقهوى ويستريح الضيف، وحد من العرب عقبها بثلاثة ايام، حد من العرب وصلتني. نعم. انا معلومات عند حد من العرب طال عمرك. نعم. يوم يجيهم ضيف يلس عندهم ثلاثة ايام، هذا الاول الاول. نعم. نعم يلس عندهم ثلاثة ايام، اليوم الرابع تخبروا عن علومه. صح صح، هذا يعني يدل على الكرام وعلى الكرم الشجاعة. الكرم طال عمرك يكون. نعم. إذا شافوا أبوهم رباهم على مجالس ورباهم وعلمهم، مش إلا مدارس بس، لازم يعلمهم أبوهم على المجالس. هات الدلة صب على هذاك، هات غسل فنايين، جرب الأفوالة، سوي كذا سوي كذا. أن المجالس طال عمرك هذه هي مدارس، مدارس يعني هي اللي تدرس الشباب وهي اللي تعلم الشباب. إذا ما علمتم الشباب أنت ويلستم عندك ويلسى وياك وخبرتم، ما يعرف حتى يقرب الضيف. يعني أنا أشهد لو يجي ضيف ما رام يقربه، ما رام يجلس وياه، ما رام يقهويه حتى. هذا ندخله، ممكن يلاقيه من عند الباب. ها وين وانت باب؟ قال له وين أبوك؟ قال له أبويا محد. ما حد. يلا زين هداعت الله. ما قال له قرب قرب تقهوي. أي والله. وقربه في الميلس وصب عليه الدلة وقهواه وتخابر وياه وخذ علومه وشافه. كان ضيف كرمه وكان ريال اللي جاي شاشح تسمع ترخص وروح. على هذا الذكر عمي طال عمرك قبل ما انتقل عند مطر، يطع عمرك في دائرة حكومية. نعم. ويوم دخلت طال عمرك المكتب ما شاء الله تقول ميلس. في القهوة وفي طال عمرك الفوالة وفي الشاهي وفي كل شيء للمراجعين. صح. فتخبرت انا من المدير اللي هني، قالوا فلان بن فلان والله سبعة نعم. عرفت ان هذا الريال متربي في ميالس ومتخرج على يدين رجال. نعم. ومن تربية الشيخ زايد بن سلطان. صح. فوين ما تصير اليوم تحصل طال عمرك القهوة وتحصل الكرامة وتحصل طال عمرك حتى ما يوبك اذا لك حاية. نعم. بتوصلك توصلها. الريال اللي تخرج من ميالس اقل شيء حتى لو ما قبالك حايدك، اقل شيء شو قال لك؟ اعطاك الطريقه الصحيحه، نصحك وتطلع من عنده راضي ومستانس وفرحان. الميالس طال عمرك. نعم. هي اللي تعلم والحريم اللي هن شافن ريالهن رحل ميالس وعيالهن ربوهم على ميالس، حتى الحريم غدا بعد مثل اشد من الريال. نعم نعم نعم. طال عمرك في موظفات والله انه في دوائر حكوميه حرام انه يدخل عليها الريال، ولا تدخل عليها حرمه قاعده تقهوى وتكرمهم وتقربهم وتخابر وياهم. نعم. وترحبهم. كان ضيف تسمع عمله يعني، يمكن الريال مش داير يعني ما بحاضر داير بقعه سدت الحرمه وضيفت الضيف وكرمته وكل شيء. انا اشهد. نعم. ويذبحن. نعم. طال عمرك ويطبخن لارواحهم ويطبخن ويعاقب الريال يمكن في دوام ولا في دوام ولا سايد بعيد ولا سايد. نعم. الحين بدايه. نعم. الميلس هذا من الابو من راعي البيت. صدق. اول بدايه طال عمرك ويدرب عياله ويعلمهم على السنع ويوم الضيف شو عليهم وشو الواجبات اللي يسوونها بهذه الأب. ما يجي الحين يوم واحد من الباب هذه لحد من العيال طال عمرك وشاف الضيف خل عمره شرد. نعم. هاي التربيه من بدايتها التربيه من الابو. الاساس الاساس من الابو من البيت. صادق. العيال يلسهم عنده ويعلمهم على السنع يوم يضيف شو عليهم شو اللي بيسوونه وكيف صب القهوة وكيف يأخذون علوم الريال، حتى لو كان الأبو مش موجود ويأخذه ويعلمه ويتخبره شو علومك في المدرسة شو علوم اللي في هذيلة شو سويته وين سرت وين لعبت وين بهذيلة. كان الولد يعني ما يخفي عن أبوه، عنده مشكلة وشي بيخبر أبوه بيعلم على طريق السنة. صدق صدق. في نفس الوقت بيتابع الربع الصالحين
ما يتابع الناس اللي هم اللي فاسدين الفاسدين. بعد ما يكون على الأبو يجمعون الأخوان عيال العم الأهلية، هذا بداية من البيت للعيال العم الأهلية، بهذه الأخرى بيروحون راحوا على المجالس الكبيرة يو عند رأيي ما بيتروعون، بيرمسون بيعرفون متى الرمسة بيرمسونها ومتى بيوقفون ومتى بيتكلمون ومتى ما بيقاطع الرياييل بيعرفش قال يستقبل الضيوف. نعم يستقبلهم ولا بيتروع ولا شيء بهذيلة، حتى لو كان أبوه ما موجود بهذيلة بيقوم بالواجب بيجيبه وبيعزمه وبيجيب له ذبيحه وبيذبح له. لكن بعد اليوم ما بنقول بهذه العملية الناس اللي يذبحون الشباب بهذه الخطة اعتمادهم على هي مسألة يا طويل العمر، هي مسألة نفس ما قلت أنت الأساس. الأساس يعني أنا بخبرك نحن على جيلنا نحن أيامنا والله إن تربينا بالإشارة، يوم نيس في ميرس طال عمرك ما سمعنا لا أبونا ولا يدنا ولا أحد من أعمامنا ولا أحد من إيراننا، نحن لو طال عمرك إيراننا هو اليار هو الأبو وهو العم وهو مربي وهو كل شيء. نعم. وابويه نفس الشيء، حق اليار هو المعلم هو المربي هو كل شيء، فتربينا على الاشاره. والاشاره هاي ظني عندكم خبره فيها انتم كلكم. لا كلكر. موجوده اشاره انت هذه متى تجيب لك قهوه طال عمرك والله اذكر عمري والمدخن كيف اشاره المدخن بهذه المدخن وين منو تبدي ومنو تشير وكيف، واذا شافك تضحك ولا شافك مستهين في المجلس يتك الحره والله انها اشاره مره تقول كهربا يوم يعطيك إشارة الأول. نعم نعم. لأنك نعم. أنا كهربك أقوى عن الضرب. نعم نعم. فاحنا تعلمنا على هذا المبدأ. اليوم يا طويل العمر أنا أذكر من فترة يعني أحد الشباب أعمارهم والله العظيم يعني يأسفني إني أنا أنقل هذه الصورة، أعمارهم فوق 20 سنة ما يعرف يتكلم، يوم تقول إيش حالك قالك تمام. نعم. شو علومك أنت؟ شو علومي؟ شو قهويتني ترى؟ أنا مو بيوعان ولا عطشان قهوة، لكن وين من ولد انت من ابوك؟ قالك والله ابويا فلان من فلان. والله مليون ونعم. وين ابوك عنك انت؟ نعم. صدق ولا لا؟ نعم هذا موجوده حاصله. نعم. وعمليه بعد اليوم طال عمرك عندنا شيوخ ما بس يطولها بعمارهم في عندهم كان تدريب الخيول في مراكز مفتوحه حق تدريب الخيول على الرمايه الصيد الرمايه موجود هناك. يعني بامكان الواحد يوم اللي يمعه طال عمرك يشل عياله بعد الظهر الميدان الرمايه ويدربهم على الرماية. وفي عندنا بعد ما شاء الله يعني مال التراث في الصيف وهذا يودونهم التراث ويدربونهم على في البحر على السنام في البحر وعلى ركوب البوش. شوف مطر بخبرك شيء والله العظيم وهذا الكلام أنا مسؤول عنه، الشيوخ طال عمرك ما قصروا. حنا شوف الشيوخ وفروا لنا الأمن والأمان، وفروا لنا التعليم، وفروا لنا الصحة، وفروا لنا كل شيء لدرجة أن وصلنا لدرجة الأمان أن يوم ننام في الليل وفاتحنا داخل السيارات. زين لكن القصور من وين؟ من داخل البيت نفسه. مسؤولية الأب ومسؤولية الأم يا أخوان لا تتجزأ، مسؤولية لا تتجزأ، لا ما فيها كلام هذه ما فيها. نعم. والله خلاص اليوم الحكومة أمروا مركز صيفي بطرش الولد أنا بطرشه شهر. زين 11 شهر هو وين عايش؟ عايش في البيت، إذا ما كان في ممارسة فعلية في البيت ما استفاد شيء ولا لا؟ نعم. الآن أنت تدرس 5 سنوات في الجامعة، لكن إذا أنت هذه خبرتك هذه ما مارستها ما سرت ما درست ما عملتها بشكل فعلي ما طبقتها فعليا ما استفدت منها شيء ولا لا؟ نعم لا صدق. فإحنا اليوم يعني نوجه رسالة إلى كل أم وأب، تراها هذه مسؤولية وهذه أمانة من رب العالمين، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اليوم إحنا مطلوب منا طال عمرك إن لازم نعلم هذيل العيال، نعلمهم الأمور الطيبة. اليوم عندنا إحنا أبو علي جزاه الله خير، أنا متأكد تماما إن أبو علي كل النجاحات اللي فيها كان سببها الأساس طيب والتربية كانت طيبة. ونحن بنتكلم برجع أنا عند أبو علي نتكلم شوي عن والده، اسمح لي يا مطر أبو محمد. يعني تكلمنا عن هذه المسائل، أكيد أنت كانت علاقتك مع الوالد، طبعاً الوالد أنا وصلتني معلومات أنه كان قاضي. نعم. جدك نعم. جدي قاضي. نعم. نشوف الأساس كيف يعني تسلسل اليوم إلى وصل لك أنت واليوم عمنا عبيد موجود، نتكلم شوي. طبعاً تعرف يعني أنا نشأت يعني قريب جداً من الوالد ومن مجالس الشيوخ،
فالوالد كان مرافق للشيخ زايد، انا كنت دائما معاه. وبحكم سني وقريب من الشيخ سلطان بن زايد، كنا مباشره نكون في مجلس الشيوخ. برزة الشيخ زايد نحضرها قبل لا يحضر الشيخ زايد. تلقى الواحد منا يتريى بس الشيوخ يقولون قهوه. انت رابع على الدله، خطر علينا نشب الدله من اللي يصب قبل. والله ونعم. فربينا ان نحن في جلد وفي حياه رجوله وقساوه، فيها نوع من الخشونه. الدلع ما معروف نهائيا عندنا. معروف عندنا ان نحن يعني الخشونه باستمرار، انك تجهز نفسك وتجهز غيرك وتجهز لغيرك بحيث انها هي. كانت عندنا في منطقه سكننا منطقه حاره المطاوعه السبله اللي كانت موجوده، انا شخصيا كنت اجيب الماء من الطوي وامزر القراب الموجوده هناك والسعون واخليها جاهزه علشان يوم يجون الناس يحصلون ماي. القهوه اجهزها، الضوء، الحطب، يعني اي ضيف اي يحصل كل المتطلبات موجوده في هذا المكان. كفو، بيض الله وجهك. واخدم الضيف زين بيدي، واطلع البيت واقول حق امي والله خبزوا ولا سووا اكل للضيف جاينا غدا ولا عشاء ولا قهوه. تعرف الايام دي كانت القهوه عباره عن خبز رقاق وسمن وعسل طبعا اللي هو الموجود، او لبن يكون موجود عليه، يعني المهم الموجود في البيت ما فيها شروط، ولكن انا امر واجيب بنفسي بايدي واخدم ضيفي، حتى ان مثلا اي ابوي ولا حد من عمامي اي لانهم كلهم مع الشيخ زايد ومشغولين، يوم يجون يحصلون الضيف كل اموره طيبه. زين وصنعها قبل نابه، ما عليهم الا يجون يعلمونه ويشوفون خبره وشو عنده من بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. فهذه الحياه. الله يسلمك. الحياه هذه جميله. احنا نفس ما بدأناها ان هذه قصه كفاح وقصه جميله في الحقيقه، ولكن ايضا آن الاوان ان نطلع فاصل. اذا مشاهدينا الاعزاء، الابناء امانه ومسؤوليه كل ام واب. من هذا المنطلق مشاهدينا طبعا بنطلع فاصل قصير وبنكمل حوارنا معكم. طيب. من جديد نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء، نكمل حلقتنا الجميله والمثيره. في الحقيقه انا سميتها قصه كفاح وقصه جميله لسعاده احمد محمد اليبهوني الظاهر. من جديد ارحب بك يا ابو علي. اشكرك، طول عمرك. الله يسلمك. نحن نرحبكم حقيقه، انا يعزك. ولنا فخر بهذا اللقاء. الله يسلمك، طول عمرك. عمي عبيد، نعم، بتخبرك طال عمرك الحين طبعا. احنا تكلمنا هناك شوي عن الميالس. نعم. ايش رايك في التعدد؟ تعدد الحرمات، الواحد ياخذ له حرمه وحرمتين وثلاث. والله التعدد الحريم هو زين وراحه، بس تعرف في العيال يعني يكونون يعني الابوي ينشغل عنهم شوي. ينشغل عنهم الابوي. مسؤوليه نقدر نقول. يعني يمكن يروح عند الحرمه هاي ويترك العيال هذا عند الحرمه هذه. نعم. وتكون لازم يبون العيال بعد مراعاهم للحرمه الثانيه. يعني نقدر نقول فان لم تعدلوها واحده. هي الوحده هي تكفي الواحد، بس الواحد اللي المتددر ويقدر ويستطيع يقدر عنده استعداد يقدر يعني يسوي. نعم، استعداد يعني من النواحي كلها كامله يعني. صدق، مش الا استعداد واحد، مش بس يقول عندي المال وعندي البيوت، عندي مال ومش الا حقيقه البيوت. العيال يبون تربيه بعد. تربيه يبون، تعليم يبون، تصنيع يبون، مش الا الواحد ياب عياله وفتش لهم رؤوسهم. اي والله صدق. وتركم ولا اصبح يعني يراعيهم ولا يحسب حسابه لهم وين سار او وين يا وشو سوى. ان شاء الله ان شاء الله عقبالك عمي. الله يسلمك. الله يطول عمرك. عسى خير ان شاء الله. سلطان مساك الله بالخير. يا مرحبا. الساعه المنطقه الوسطى اليوم زايريننا منورين العين. الله يطول عمرك. شحال بعدكم من هناك؟ كلهم خير ان شاء الله. ذيك المنطقه طال عمرك احنا يوم نخطفها الاوليين يخبرونا انها كانت معبر عالمي. اللي يعني اللي بيصير طال عمرك اللي بي من الغرب يبى الشرق واللي يبى الشمال من هناك لازم يمر على المنطقه الوسطى. وانتم مشهورين هالمنطقه الوسطى بالكرم وبالشجاعه وباللطافه وبالاخلاق وبالشعر وبالقصيد.
لا يطول عمرك، مالي في الشعر ولكن اتذوق، لكن كشاعر شاعر حاولت لي محاولات كثيره لكن فشلت. ما تذوق كلهم على ما عد عليهم قصيد ولا عد عليهم بيت بيتين، ما بالك تخربط انت وشو عندك ما شجعوك؟ ما حد شجعني هاك الوقت. اي انسان افشل تعرف مالها في الشعر حاجه وما الله يعطيك الصحه والعافيه. شوف هو الانسان بطبيعته اصلا شاعر، طبيعته بطبيعته الانسان العربي صح عنده مشاعر عنده صحيح. عقليه عنده، بس هو كيف يعني نفس ما تقول يصنعها كيف نعم. يحبكها. اليوم تكلمنا طال عمرك عن كذا موضوع، انت كنت معانا طبعا بدايه الحلقه، ما رد اكلمك طال عمرك عن موضوع اللي يسمونها الاول البريزه او البرزه. البرزه نعم، اي حد يسميها بريزه، حد يسميها برزه، حد يسميها طال عمرك حظيره. نعم، هناك انتم لاحظت انا في المنطقه الوسطى اليوم في كل حي توجد حظيره. هي ليه اليوم لين بكره. نعم. انا مريت وشفت بنفسي صدق في مليحة ولا في الذيد ولا في المدام. في المدام نعم، في كل مكان. خبرني عن هذا المبدأ، يعني الاستمرارية هذه يعني صراحة تفرحنا، بس نتكلم عنها. يعني هناك حرص كبير منكم؟ أكيد، لأن هذه على ما يقولون اللي هي نقطة التجمع، هذه كاملة اللي فيها العلوم وفيها الأخبار وفيها السنع وفيها الكلام الغايب عن هذا وبيحضر لهذا، فهذا المبرز ولا هذه الحظيرة المتنفس اللي من عقب العصر واللي من عقب الأكل اللي مغيربان ولا الخلق يا تسرح يا يواصلون على ما السالفة هذه طالت ولا قصرت. نعم، فهذه سلتها وهذه الغاية منها. يعني طبعا أبو علي أنا وصلتني علوم أن في حد من الموجودين في المجلس خلاص جاهز المشروع، سوى دراسة جدوى ويبي يسوي مشروع طعمك زواج ثاني. خلنا ننتقل عند بمبارك. مساك الله بالخير بمبارك. مساك بالخير والعافية يا مرحبا خالد. الله طول عمرك، هاي لا تطلع عنا هاي الإشاعة تخاف يصير لنا شيء. كيف طال عمرك؟ لا ما على شيء، خيمة في البيت هي. لا 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 شيء خيمة ولا ارقد في الخيمة. الأمور طيبة الله طول عمرك. الله يسلمك، والله يبارك فيك وفي حياتك ونرحب بك. احنا طبعا عبر برنامج بركة الدار الله يبارك فيك، وسعيدين فعلا ان اليوم نلتقي بالشخصيات اللي مثلكم. جزاكم الله خير. الله طول عمرك، الله يبارك فيك. عمرك طويل. نتكلم طال عمرك عن موضوع المسؤولية وموضوع تربية الأبناء وإنشاء جيل نقدر نعتمد عليه في المستقبل كقيادة رشيدة، وأيضا نحن اليوم كمجتمع إماراتي. مبارك، أول شيء قبل ما ندخل في هذه التفاصيل، أنا والله فعلا وصلتني معلومات أنك ناوي على الثاني. لا والله هاي المعلومات اللي حصلتها معلومات غير دقيقة، خاطئة جدا. المصادر مش موثوقة، مشكلة ما ثق فيها المصادر. لا تثق في المصادر. الله يسلمك، نحن الحمد لله في يعني عندي حرمة ومرتاح ومبسوط بالعيال زين، ولا عندي أي شيء يعني ولا شيء ولا في شيء. أقول لك أنا وأبو علي وعمي عبيد طال عمرك مرة عينية العرس جاهز. لا ما تقصرون، صل على النبي ما تقصرون. عدد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تكاثروا فأني أباهي بكم الأمم. هو مثل ما تفضل أبو علي، يعني هو طول عمرك التعدد يباله يعني عدة أشياء، يعني مسؤوليات وعدل. فالواحد يعني سبحان الله مثل ما تقول الوقت اليوم ما عندك الوقت الكافي انك تقضي وقت يعني انت لبيتك ولعيالك، يعني ما شاء الله من كثر الاعمال ومن كثر الاشغال اللي عندك، يعني الواحد هبابه بس يربي عياله اليوم ويجاب لبيته. صدق بصراحه، يعني لانه اليوم التحديات اللي موجوده يعني حتى يعني والتكنولوجيا اللي تكلمت عليها وتطرقت ليها، هي التكنولوجيا اليوم ممكن تستخدم بطريقة خاطئة وتقدر أن يعني تستغل استغلال خاطئ. التكنولوجيا السلبية. نعم. إيه نعم. فالواحد الحين اليوم يكون حريص في بيته يعني مع عياله ويجاب عياله من هاي النواحي بصراحة، لأن سبحان الله يعني كثير من الأشياء تصير ويعني والأكسس موجود يعني في هذه. بس طال عمرك اليوم لابد على كل أب أن يكون عبارة عن رجل أمن في البيت. فعلا صحيح. أشكرك مبارك، أنا بنتقل عند مطر العفريت. شو رأيك في التعدد؟ والله ها موضوع ترى مهم جدا. لا شيء طيب، نحن طعمك نأيد في عملية التعدد. نعم. ولكن هناك أسباب. نعم. ليش الشخص اللي يعدد؟ صدق.
في نفس الوقت عمك اليوم نبعد عدد سكان، والآن يتنا دخلت علينا أمور تحديد النسل، واحد قال لك أنا أبا 4 أولاد 5 6، فاللي عنده استطاعة في عملية تعدل هنأيد هذا. مطار أنت معدد؟ أنا لا ما معدد. بس أنت مخلف عليكم هذا. نحن مخلف علينا عدو، لو على رأسنا ضعفك نحن ما عندنا إشكالات ولا. كفو كفو. زمت العرس عيال؟ لا في الوقت الحاضر طبعا نحن ما عدنا نية في عملية العرس. مرة؟ اللهم مرة الضيافة. لا ما قصرنا الربع وموضة الحمد لله طيبة ومستدين. تستاهل. ما عدنا. الله يسلمك. اللي مرتاح في بيته طال عمرك. يكمل حياته. يكمل. ولكن الشخص مثل شغال في أبو ظبي يبغى له حد. شغال في دبي يبغى له حد. صدق عند راعي سفرات في هذه لما يقر يبغى له حد هناك صدقك يعني. وفي اسباب وايده تخلي الواحد واذا المعزبه بتصير وياه شو المشكله اذا تصير خلاص اذا خير وبركه خير وبركه لكن المصيبه يوم تقول ما بشير رخصت لنا الحرمه ما عنده مشكله ولا ما رخصت الحرمه بامكان ان يعدد ولا عنده اي اشكال اشكرك مطار طبعا تحياتي لبيت الكويتي 1-1 العفاريت كلهم كل العفاريت سلم عليهم نحن نترياك ان شاء الله وان شاء الله حلقه خاصه بتكون عندكم ان شاء الله باذن الله في قريب الله يسلمك ابو علي طبعا احنا حلقه جميله كانت مثيره كانت متميزه معلومات جميله اشكرك على هذا الاستقبال الطيب واشكرك على هذه المعلومات الطيبه ناخذ منك كلمه اخيره قبل الختام حقيقه شرف واعتزاز ان بأن يتم إعلامياً نشر ما بدينا فيه من حياة للجيل القادم وكل ما جاء جيل طبعاً حسب ما يقول المثل لكل زمان دولة ورجال ولكن نحن في دولتنا لحد الآن ناخذ العبر والدروس من ماضينا ونفرده أمامنا ونمشي عليه لأن نجد أنه هو الطريق الأمثل والأصح في الحياة فاليوم ولله الحمد مع تقدم التكنولوجيا والعلم والثقافة وكذا نحن نمتطيها هذه الأشياء ولكن بحذر وبقدرات قيادية رقابية عليها صدق الشكر موصول لقناة الظفرة ومرحبا بكم من رحتوا إلى نيتوا وأهلا وسهلا بالضيوف والأعزاء نحن نشكرك أيضا على الكلمات الجميلة القصيدة هذه الجميلة الله يسلمك ويعني الكلمات هذه تكتب بماء الذهب لأنها طلعت من شخص ذو قيمة بالنسبة للدولة ولنا نحن كإعلام والله شوف أنا حقيقة يعني يمكن 4-5 قصائد ترحيبية سويتها لكن وجدت أنها لما تطول تكون مبلغ وقتها الله يسلمك فقلت 4 أبيات بسيطه خفيفه لطيفه اقول لك احنا طال عمرك نعم. احنا ما بنخليك عاده مو جزء مختصر لكن انا مو شاعر مش اول حلقه انا مو بشاعر و... نعم انا شوف خليني اقول لك انا متلمس الشعر ولكني مو بشاعر انا نعم جمعت ديوان يدي وجهزته للطباعه ويعتبر الديوان الثاني هذا صدق فبعض الاحيان اقترب من القصيد ولكني بحذر ما تبى تغوص فيه ما بغوص فيه لان عندي وحده من القصائد يدي هزبني عليها وحقيقه يعني الوم نفسي الى اليوم فيها وهذا كلام يمكن من اكثر من 30 سنه تقريبا او اكثر احنا كنا انا كنت شاب نعم زين وحقيقه يعني سويت قصيده طبعا قصيد لكنها وحده قصيده كانت عصماء مثل ما يقولون صدق ففعلا يدي قال لي ايها وين ساير شو هالكلام هذا؟ والله يدي يرني الهواء قال لي سد بابه سد بابه صدق كان اكتب الحور العين الله نعم ولا انسغشت في هذا الغواص اسمع مني لا منه ولا في وتوكل على الله الله قلت له بس تم جزاه الله وقفت حتى كان ديوان عندي ما بديوان مجموعه قصايد نعم حقيقه تخلصنا الله يعطيك الصحة والعافية ونحن إن شاء الله يعني إن شاء الله هذا مش أول حلقة ولا آخر حلقة معاك راح نستمر إن شاء الله معاك من المعلومات الطيبة في كل المناسبات إن شاء الله إحنا بنكون قريبين منك سعادتك مرحبا وسهلا طبعا هذا مشكل كلامنا مشكل حوارنا اللي سويناه اليوم ولا كل المعلومات اللي كان ودنا فيها وصلتنا ليش لأن إحنا اليوم ملتزمين بوقت معين أشكرك سعادتك على هذه الكلمات الجميلة أشكر العم عبيد وسلطان ومبارك وعندنا هنا مطر العفريت
واخواننا جزاهم الله خير، وان شاء الله ان نشوفكم في الايام القادمه باذن الله. شكرا لك. الله يسلم ويطول عمرك. اذا مشاهدينا الاعزاء، هذه كانت حلقتنا مع سعاده احمد محمد اليبهوني الظاهري، حلقه جميله وحلقه متميزه في الحقيقه، وكان ودنا ناخذ الكثير من المعلومات الموجوده مع هذا الرجل المتميز، ولكن طبعا الوقت انتهى ونحن ملتزمين بوقت. نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه من برنامج بركه الدار. في دعاء الله.